معي عبر الهاتف من جدة الدكتور هشام مروة، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. إذا استباقا لهذه المحادثات، تم إعلان الهدنة وقالت طبعا المعارضة بأنه تم انتهاكها. بداية، كيف تعاقبون على هذه النقطة؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. يعني هذا ليس بجديد على النظام أن لا يحترم أي هدنة أو يلتزم بأي اتفاق. كما تعلمين يعني في أستانة واحد كان مفترض أن يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار في كل أرجاء سوريا، تم توقيعه من نظام ومن فصائل الثورة، ولكن مع ذلك لم يلتزم النظام بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها. ثم الآن الاجتماع يجري لمناقشة ايضا تطبيق وقت اطلاق النار لما يتعلق بالمناطق الامنه، ما يتعلق بالقوات، الفصل ما بين القوات المتنازعه، ولكن النظام يريد ان يقول انه غير مكترث وغير مهتم بهذه الاتفاقيات ولا يحترمها الان، يعني قبل ان يتم التوقيع عليها لم يحترمها، فكيف فما الفائده؟ يريد ان يقول ما الفائده من ان تصدق الاوقات في امثال هذه الاجتماعات. نعم دكتور هشام، طيب أنتم بموضوع تنسيقكم أو أولوياتكم بعناوينكم الرئيسة، ما الذي تغير؟ بالطرف المقابل تغير، نتحدث أمس عن وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، عن تحدث لغوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أولويات ترامب هي محاربة الإرهاب وليست مصير الأسد، الثانية مصير الأسد هي لدى بوتين. يعني في الموضوع الذي يتغير في موضوع السياسه الامريكيه، السياسه الامريكيه واضح تماما، يعني لم القول ان هناك تغيير في السياسه الامريكيه بحيث اصبحت اولويات، لا، سمعنا هذا الكلام من فتره ليست بعيده، يعني صرح ترامب وصرحت اداره ترامب انه اولويه مكافحه الارهاب. موضوع ان مصير الاسد بيد بوتين، هذه حقيقه اشاره بالتاكيد لا تعني موافقه على بقاء الاسد، ولا تعني ان الولايات المتحده لا تريد ان او تقبل ببشار الاسد، لا، المساله مختلفه، يقول ان بوتين دور مهم جدا في المساعده في هذه العمليه، يعني نوع من محاوله اعطاء اشارات سياسيه الى اهميه الدور الروسي في هذه العمليه، وكانه من الممكن جدا ان يكون في نوع من التوافق او البحث في هذه المساله ما بين الامريكان والروس. صحيح، هذه النقطة، يعني هذه النقطة، مع أنه منذ تولي ترامب كما قلت حضرتك يعني كان واضحا موضوع مصير بشار الأسد ليس من أولوياته، يعني ولكن بهذه النقطة تحديدا وكأنه في تقسيم، بات تقسيم للأمور، تقسيم لكعكة. موضوع جنوب سوريا، موضوع الهدنة، نتحدث اليوم عن هدنة أستانة بسويدة بالقنيطرة بدرعة، أي شيء متوقعا إن كان على الأرض أو بالمطبخ السياسي بعد نسخة أستانة هذه دكتور هشام أم لا؟ يعني من أجل أن نكون واضحين، أستانة أوجدت من قبل الأطراف التي عملت على إيجادها وعلى الأخص الروس من أجل أن تكون محطة موازية بل وبديلة لاتفاق أو لمباحثات جديدة، هذا حرص عليه الروس وعملوا عليه وارادوا ان يجعلوا هذا المسار مسارا مهيمنا او مسيطرا او حتى متقدما على موضوع جديد. الامم المتحده الحقيقه يعني صورت هذا الاتجاه بمستوى راجع على استانا مسارا للبحث في موضوع مهم جدا، هو موضوع اجراءات بناء الثقه وموضوع وقف اطلاق النار. القوى الثوره والمعارضه ملتزمه بان تكون استانا لهذه المحطه فقط، الروس يريدون ان تكون ايضا بشكل، وهم يحاولون بشكل مستمر ان تكون في أستانة نوع من الاختراقات السياسيه التي تؤدي ل كما قلت عمل سياسي يكون بعيدا عن الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف. الروس وحلفاء النظام غير مقتنعين بانتقال سياسي، اي هيئه حاكمه انتقاليه تقوم ب تشكل بالتوافق ما بين القوى الثوره من جهه والنظام من جهه اخرى تولي المرحله الانتقاليه، هم يريدون بقاء الاسد واعاد انتاج النظام بعيدا عن هذه المعاني، ولكن هل هذا الامر مقبول بالنسبه لقوى الثوره والمعارضه؟ بالتاكيد لا. أستانة لا تخرج عند قوى الثوره والمعارضه عن ان تكون بوابه للبحث فيما انشئت له، وهي
اجراءاتنا الثقه المتعلقه بتطبيق قرار 2254 فقره 12 13 14 وكذلك موضوع الوقف الطاقه. ما زلتم تعتبرونها بوابه ممكن ان يعني ترى النور ربما من بعدها؟ في وجهة نظر سورية كبيرة اليوم تقول بأنه الموقف السوريين بأستانا هذه المرة مع كل ما يحدث الأطراف الحاضرة يعني لا تمت لعلاقة بسيادة سوريا. يعني حتى نكون واضحين، حضور قوى الثورة والمعارضة وممثليها بأي مؤتمر تفاوضي هذا لا يعني على الإطلاق انهم مقتنعون ان الاسد وحلفائه حريصون على الحل السياسي. هي حرص من طرف، هو حرص من طرف واحد من قبل قوى الثوره والمعارضه، لكن الاسد وحلفائه مقتنعون بشيء واحد والحل العسكري. وكما جاء في بيان الهدنه الذي اعلن من امس، يعني ان من اجل مزيد من المصالحات والهدن. الاسد غير مقتنع بانتقال سياسي، تصريحاته وادائه السياسي وادائه العسكري المستمر عسكريا يعكس عدم احترامه لا لإرادة سياسية بانتقال سياسي من حجم المجتمع الدولي حتى ولا لأي قرارات مجلس الأمن. يعني من أيام استخدم الغاز الكلورين السام في عين درمو وفي غيرها من قرى أبيب دمشق. لا يفهم إطلاقا أن قوى الثورة والمعارضة غير متفهمة لحقيقة مواقف النظام، ولكن هي رسالة إيجابية للمجتمع الدولي لمن يريد أن يعمل على الحل السياسي أن قوى الثورة يجدد العمل السياسي على حين أن النظام غير جاد وغير ملتزم بأي اتفاق يؤدي إلى انتقال سياسي. أنا أشكرك جزيلا دكتور هشام مروى عضو اللجنة الائتلافية القانونية بالائتلاف الوطني السوري. شكرا.